مشفى كلية جراح الخيري أنشئ بالتعاون بين مجلس بلدة كلية وأهالي بلدة كلية، بالإضافة إلى متطوعين من كادر طبي مؤلف من أطباء وممرضين وممرضات جلهم نازحين من المحافظات الأخرى. حاليا ضمن الإمكانيات المتاحة قمنا بتفعيل قسم الإسعاف الذي يشمل العمليات الجراحية البدائية، كما يتم التعامل مع الحالات الإسعافية البدائية أيضا على مدار ال 24 ساعة. أنا الطبيب باسم الطرمان، طبيب داخلية من أهالي بلدة كلة. تطوعنا في بلدة كلة لإنشاء مشفى خيري تطوعي يقع شمال البلدة. طبعا يضم المشفى طبيب جراحة بولية، طبيب جراحة عامة، طبيب جراحة أوعية. عم نقدم كل شيء، عنا مهارات وخبرات عنا هون بالمشفى، وبتجينا حالات باليوم تقريبا يعني شيء 15 او اكثر حاله، منهم اطفال ومنهم اسعافيات وحسب الحالات المتعدده عنا. وبتجي كمان اوقات يعني انه ايام بتجينا عمليات جراحيه اسعافيه، ومنقدم كل شيء عنا خدمات. اشفي عنا شيء جاهز من هون بنقدمه يعني، ومنشتغل كل شيء انه نحسن عليه.